السوق المصري هدية احتكارية له، لأنه مع التخفيض الكامل للجمارك اللي يصل لصفر في المية في 2019 هيبقى لو استمرت القوانين الجمركية على الوضع الحالي هيبقى الفرق في الجمرك بين المنشأ الأوروبي والتركي والمغربي وجميع المناشئ الأخرى هيبقى الفرق 40%. مع فرق 40% ده على طول يبقى احتكار، فده ما اتصورش انه ده هدف الحكومه المصريه، لانه في الواقع اتفاقيات التجاره الحره المبدا فيها انها بتدي ميزه تنافسيه وليس منح احتكار. الميزه التنافسيه ممكن تبقى 5% 10%، 40% ده احتكار. دليل على هذا انه جمرك السيارات في اوروبا وفي تركيا 10%، فبالتالي الوضع الطبيعي والمنطقي في الاتفاقيات ان المزايا المتبادله تبقى متكافئه، يعني الميزه المتبادله في الاتفاقيه يبقى فيها تكافؤ. فهنفترض نظريا انك انت عندك عربيه قابله للتصدير لاوروبا، لما انت هتصدر عربيه لاوروبا هتاخد ميزه 10%، بينما المنتج الاوروبي لما هيصدر لك العربيه هياخد ميزه 40%، فهنا مفيش تكافؤ. فانا اللي بتصوره بغض النظر عن استراتيجيه صناعه السيارات، بغض النظر عن الاستراتيجيه، انه الوضع الطبيعي ان جمارك السيارات يجب انها تنزل 10% علشان كل فن من استهلاك الجمرك، لا يبقى الجمرك على السيارات 10%، وبالتالي الدول الاتفاقيه تبقى 0% تبقى تاخد ميزه 10% مقابل المناشئ. ده الوضع الطبيعي، وبغض النظر تاني عن استراتيجيه صناعه السيارات. ده لو ما حصلش احنا كده بندي احتكار للسوق المصري للمنتج الاوروبي. المنتج الاوروبي بقى هيعمل ايه؟ هتوقف بقى الرد على سؤال سيادتك، هتوقف على هو هيعمل ايه؟ لما بتقول لي هل العربيات هتعلى ولا هتقل ولا هتزيد ولا يتوقف عليه. هو ممكن المنتج الاوروبي يقول انه انا لا علاقة لي باي شيء سوى المستوى السعر التنافسي لعربيتي امام المنافسين اللي من المناشئ الاخرى. ففي هذه الحالة هيرفع اسعار تصديره لهذه السيارات لجمهورية مصر العربية، بحيث ان هو ياخد الميزة كاملة، ميزة التخفيض الجمركي كاملة، يحصل يبقى مكسب له، مكسب اضافي له. ليه؟ لانه لما هيجي بينافس بقى المنتج الياباني والمنتج الصيني والمنتج الكوري والمنتج الامريكي اللي ما عندهمش اتفاقيات مع مصر، ايه اللي بيدفعه جمارك 40%؟ هو ايه اللي يخليه يكسب الوكيل بتاعه الفرق ده؟ طب ما يكسبه هو. وهو مش هيخسر حاجه، لان التكلفه بتاعه المناشئ الاخرى
محملة بضريبة جمركية 40% وهو بيدفع صفر. فهو حاجة من اتنين، يا إما هيخفض التكلفة، هيخفض سعر البيع بتاعه، هيخفض سعر البيع بتاعه بالفاتورة بتاعته، هيخفض هيحافظ على سعر البيع بتاعه بحيث إنه التكلفة بتاعة المنتج بتاعه تقل 40% عن المناشئ الأخرى، وفي الحالة دي احتكر السوق بالكامل. يا إما إن هو هيرفع السعر بتاعه بما يساوي الميزة الجمركية اللي هو واخدها ويحتفظ بيه نسبة ربح أعلى بكثير من اللي بيحققه في أي سوق آخر، ويحافظ على نفس المستوى السعري بتاع قبل التخفيض جوه السوق المصري، لأنه هنا بينافس عربيات من مناشئ أخرى ما بتاخدش هذه الميزة. والاحتمال الأخير بقى إن هو يدي الميزة للوكيل، ودي مش موجودة ما بتحصلش كده. فأنا اللي بتصوره إن هو الوضع الطبيعي إن هو هيرفع سعر البيع، سعر التصدير بتاعه لمصر بنفس نسبة التخفيض الجمركي، ويحتفظ بميزة التخفيض الجمركي كربح إضافي له. ده اللي أنا شايفه، وإن الأسعار مش هتتغير. بينما أنت لو خفضت الجمرك إلى 10% دفعتهم للمنافسة. إزاي؟ أولاً أنت ملتزم بأنك بتديله ميزة تنافسية في مقابل التاني. هذه الميزة التنافسية في حدود 10%. ما تيأسش الياباني والكوري والصيني والأمريكاني من المنافسة، وما تطمعوش هو في الاحتكار. يعني أنت مديله ميزة بس إيه في الحدود المقبولة تجارية، يظل في منافسة لمصلحة البلد بين المنتجين الأوروبيين والمنتجين في العالم كله. وفي نفس الوقت خلقت تكافؤ في المزايا ما بين مصر والاتحاد الأوروبي في السيارات.